Good. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعين مطبخ نونا معكم نونا الحجاري لو أول مرة تحضروا فيديو معي على القناة ياريت الاشتراك مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل الإشعارات بالفيديوهات ولو الفيديو عجبكم لو سمحت تضغطوا على زر اللايك النهاردة بإذن الله هعمل معاكم قرص لحليب النشفة من كيلو دقيق خرجت منها خمسين قطعة قرصة حجم كبير وحجم صغير ده شكلها جميلة جداً مشبعة وكمان هشة وخفيفة آه للفطار لولادنا مع الشاي بحليب أو للعشاء ولو الولاد مش بيحبوا ياخدوا معاهم ساندوتشات تقدري تعمليها وتحطها لهم في اللانش بوكس فعلا مشبعة وكمان في كتير من ولادنا بيشتروها من الفران وفري وعمليها في البيت مش هتاخد منك مجهود بل بالعكس من كيلو دقيق طلعت كمية وفيرة غير انها نظيفة وموفرة وبشغل ايديكي ده شكلها من جوه مقرمشة من بره ومن جوه بجد خطيرة نبدا بسم الله المقادير وطريقه التحضير انا معايا كيلو من الدقيق ومعايا الماده الدهنيه بتاعتي كوبايه وربع من الزيت وعليها نص كوبايه من السمن دافيين ومعايا كوبايه من اللبن الحليب السائل دافي ونفس معيار الكوبايه بتاعه الحليب هي اللي عيرت بيها السمن والزيت ومعايا معلقتين كبار من السكر ونص معلقه صغيره من الملح وبكت خميرة هنبدأ بسم الله الطريقة مع بعض أول حاجة حطيت السكر والملح وبكت الخميرة على الدقيق بتاعي وهقلبهم كويس جدا بمعلقة خشبية زي ما احنا شايفين بعد كده هضيف المادة الدهنية بعد ما دفتها مش سخنتها خدي بالك المادة الدهنية بتاعتي الزيت والسمن بتدفيهم يعني ممكن تحطيهم في كسرولة على النار هادية جدا او تدخليهم الميكروويف مش بيسخنوا مش بيغلوا علشان ما يموتوش معاكي الخميرة والعجينة تبوظ منك بعد كده بقلبهم كويس جدا زي ما احنا شايفين خلاص كده هسيب المعلقة وهبدأ اشتغل بايدي عذرا انا بحب اشتغل بايدي ايديها طبعا بتبقى مغسوله علشان خاطر بحب ان انا المس العجين بلمس الاكل بايديا بحس بملمسه فده بيكون افضل ليا انا مش بحب الجوانتي فعذرا للي كل الناس اللي ممكن شكل ايديا وانا شغاله يضايقهم ببدا ان انا ابس العجين بالطريقه دي يعني ابسه يعني افركه كده في كف ايديا بحيث ان انا اشبع الضيق كله بالماده الدهنيه بعد كده هنزل باللبن الحليب الدافي بتاعي شوية شوية مش بحط كوباية اللبن كلها علشان خاطر في دقيق بيشرب سوائل بيكتفي بربع كوباية بنص كوباية في دقيق بياخد الكوباية كلها علشان يجمع معاكي العجينة فالدقيق بيختلف من مكان للتاني تمام؟ فأنا ما أقدرش أجزم معاكي قد إيه الحليب اللي أنا بعجن بيه هنا خلاص اتجمعت العجينة معايا زي ما احنا شايفين بقت تمام بسم الله ما شاء الله طبعا هسيبها ترتاح لمدة نص ساعة الضيق بتاعي اخد كوباية اللبن الحليب كلها اوكي تعرفي ان العجينة بتاعتك تمام ازاي ان انتي بتاخديها في كف ايدك وبتبططيها بالطريقة دي بتعمل معاكي شكل القرصة مش بتفرول يبقى كده خلاص تمام لو فرولت يبقى لسه عايزة عجن شوية وعاوزة تضيفلها كمان شوية من السائل انا سبتها ارتاحت لمدة ساعة تمام حتى ان انا اقسمها واشكلها معاكي طبعا بسم الله ما شاء الله العجينة شايفاها كمية كبيرة انا قبل كده عملت معاكي القرص بس كانت طريقة من جوه ومقربشة من بره عملتها بمعيار نص كيلو دقيق، المرة دي عملتها مختلفة شوية وعملت كمية أكبر وعاملة القرص بتاعتي مقرمشة من بره ومن جوه يعني تتاكل مع الشاي فعلا خطيرة جدا وكمان خفيفة لأن المادة الدهنية فيها الزيت أكتر من السمن والزيت بيدي قرمشة واللون الذهبي للمعجنات بتاعتنا، أنا أخدت أول جزء من العجينة عملتها رول بالطريقة دي وبدات ان انا اشكلها واقسمها معاكم قطعتها بالسكينه حبيت ان انا اعمل الشكل كده بالسكينه هيبقى اسهل بالنسبه لي وهاخد كل جزء اكوره بالطريقه دي في طريقتين لتشكيله القرص يا اما تاخدي كره كره وتبططيها في الصينيه على طول يا اما تكوري كله بالطريقه دي وبعد كده تاخديه مره واحده في الصينيه وتبططيه انا عملت كده في حاجه تانية القرص بتاعتي المرة دي ما ضفت سمسم حابة تضيفي سمسم ممكن تضيفي سمسم اثناء وانتي بتحطي آه الدقيق بعد ما تخلطي معاه وانتي بتعجني في الاول خالص المادة الدهنية بعد ما بتقلبي المادة الدهنية بتضيفي السمسم او الشمر او اليانسون على حسب ما بتحبي تنكيه القرص بتاعتك وعلى حسب ما بتحبوها خلاص كده انا شكلت القرص بتاعتي عملتها سادة من غير اي سمسم ولا اي حاجة عملت معايا بالشكل ده وبالكمية دي بكون مسخنة الفرن بتاعتي أثناء تشكيل القرص وبسيب الفرن تسخن كويس جدا وقبل ما بدخل الصواني بتاعتي الفرن بديها شكشكة بالشوكة كده بخرمها علشان ما تنتفخش في الفرن أنا مش عايزاها قرص أبا أنا عايزاها تبقى بالطريقة دي فأنا بخرج منها الخميرة برضو علشان ما تخمرش زيادة دخلتها الفرن حطيتها تحت الرف اللي تحت اول ما بتدخليها لمده عشر دقائق وبس بتتابعي علشان تتلسعش من تحت وبعد كده اول ما بتهزي الصاج او الصينيه تلاقي القرصه اتحركت معاكي يعني من تحت استوت اديت اللون الذهبي بتطلعيها على الشبكه تكمل بايد سواها عايزه تخرجيها على طول اول ما تديك اللون الذهبي اوكي عايزه تفتحي عليها الشوايه تديها تحميصه تك بجد بتبقى تحفة ما تنسونيش في الاشتراك واللايك للفيديو لأول مرة يشرفني كانت معاكم نونة الحجيري صحتين وهنا على قلوبكم يا رب القرص المقرمشة النهاردة